السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم حبيبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنعمل النجرسكو بطريقة سهلة وبسيطة، وهقول لكم إزاي تعمليها، ما تاخدش معاكي أي وقت. أهم حاجة تكوني محضرة الحشوة ومحضرة البشاميل. البشاميل أنا عاملاه شورتز على القناة على البارد، تحفة. تحضري وتحضري الحشوة اللي هي بصدور الفراخ، واعملي الصينية دي مش هتاخد معاكي ربع ساعة. انا هنا جبت الصينية بتاعتي او الطاجن، حطيت جزء من البشاميل وحطيت بقى طبقة من البقسماط. حطي بقى البقسماط كده في صينية النجرسكو، وهقول لك في الاخر الطعم هيبقى عامل ازاي. بعد ما حطيت البشاميل والبقسماط عفوا، انا عندي بقى المكرونة الاسباجيتي بعد ما سلقتها، مش بحط عليها البشاميل زي ما بعمل في المكرونة البشاميل. انا بعد ما بسلق المكرونة واكون حاطه لها الملح في المية بتاعها المناسب، برص بقى نص المكرونة الاسباجيتي كده. طبعا انا حاطه تحتيها طبقة من البشاميل، وهحط فيها كمان طبقة من البشاميل، لان لو حطيت البشاميل في المكرونة بعد السلق مش هتعرفي تفرديها وهتضايقك جدا. حطيت كده نص المكرونة وعليها شوية من البشاميل، وعندي بقى الحشوة انا محضراها زي ما قلت لحضراتكم، هتلاقوها على قناتي ان شاء الله، عاملاها شورتز وعاملاها كمان فيديو عادي. ادي الحشوة بتاعتنا تحفة ما شاء الله. حطلها اللي هو الصويا صوص، وحطلها اللي هو الصوص اللي هو الباربيكيو، بيطلع الطعم في منتهى الجمال. هرص بقى الحشوة بتاعتنا كده، وهرجع برضو بالمكرونة الاسباجيتي النص التاني. زي ما حضراتكم شايفين مش حطلها اي اضافات خالص، ولا بشاميل ولا غيره. هتلاقوها بتتفرد معايا، بص بسهوله ازاي، ناعمه وطريه وفي منتهى الجمال، وما بتاخدش اكتر من 7 دقائق في السل. خلاص بعد كده هنزل ببقيه البشاميل زي ما حضراتكم شايفين. بكون في الوقت ده مسخنه الفرن، حدي بقى على البشاميل اللي من فوق كده جبنه رومي مبشوره، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، اي نوع جبن تفضليه. وكمان الطبقه بقى الخطيره اللي من البقسماط. لما تيجي تاكلي النجرسكو هتحسي ان النجرسكو كده من بره كريسبي، من جوه جوسي، تحفه. وبستعمل برضو موضوع البقسماط ده كمان في المكرونه البشاميل. هنا ادخلها على فرن ساخن درجه حراره 200 لمده ربع ساعه تلت ساعه، وبعد كده بطفي وبشغل بقى الشوايه. هتطلع معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده، تحفه ما شاء الله، لان كده اوريدي كل الحاجات اللي فيها مستويه. فيا دوبك بديها ربع ساعه او تلت ساعه بس تاخد ريحه الفرن، وبعد كده بشغل الشوايه زي ما حضراتكم شايفين. بكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا لو بمعلومه صغيره. ما تنسوش بقى اللايك وشير، سبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس وتدوسوا الكل عشان يوصلكوا إشعار بوصفاتي الجديدة. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.